فاصوليا بيضه، استعمل سجق، فراخ، بصل، وهتبل دول كزبره وكمون، شطه وبابريكا، هيبقى معاهم صلصه طماطم وعصير طماطم. كل دول هينطبخوا مع زيت زيتون وهحط معاهم شويه مرقه. يعني الفكره في الطاجن ان الاول هتبل الفراخ، اجيب قطع الدجاج نوت واتبلها على اساس هي ديت اللي هسويها الاول، واخد الطعم بتاعها. نجيب فراخ واقطعها لعشر قطع، تبل دول بملح وفلفل، وبعدين بحط عليها شوية شطة، شوية بابريكا، كزبرة وكمون، ودول اللي هسويهم في شوية زيت الزيتون على أساس ياخدوا الطعم والنكهة والريحة. نجيب هنا قطع الفراخ، ننزلها الأول وبس نمتص الحرارة شوية هنا. نحط شوية زيت، ودول بحمر معاها بصل، بصل قورمة. بعد كده يبقى عندي التوم، هضيفه هنا. وابتدي اقلب الفراخ، بس اديها لون، واحط معاها شويه هنا من السجق. بجيب سجق ممكن ضاني او بقري، في نفس التتبيله، في البابريكا، في شويه ثوم. احط شويه هنا من الطماطم، شوية صلصة طماطم وطماطم، ونبتدي نتبل دول. أنا تبلت الفراخ، والفراخ هتنزل تتبيلتها هتنخلط مع كل هنا، بس أنا هتبل ده شوية فلفل وشوية ملح، وأحط معاهم شوية من الفاصوليا البيضة اللي بتكون اوريدي مسلوقة نص سلقة عشان أكمل تسويتها وتتشرب. نخلط كل دول مع بعض، عندي سائل كافي، أتأكد إن في سائل كفاية، أحطه في الفرن، حرارته 170، وأسيبه 45 دقيقة، حوالي 45 دقيقة.